مساء الخير مشاهدينا الكرام، من جديد اهلا بحضراتكم. ويمكن السنوات اللي فاتت شفنا ارتفاع في حجم الصادرات المصريه، وده اللي محتاجين نبني عليه ومحتاجين نوصل صادراتنا للمستوى المطلوب. وشايفين ايضا جهود من الحكومه، وبيعقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعات مع المجالس التصديريه خلال الوجود اللي شفناها في الاشهر تحديدا اللي فاتت، علشان يمكن لبحث هذا الامر ووضع خطط للنهوض بهذا القطاع. يمكن خلوني ارحب بضيوفي الكرام لنقاش حول هذه المساله. سياده النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعيه وعضو لجنه الزراعه في مجلس النواب، ومهندس مجدي طلبه، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزه والمنسوجات. اهلا بحضراتكم. اهلا. خليني في البدايه اسالك مهندس مجدي عن اين تقف الصادرات المصريه الان؟ حضرتك زي ما قلتي الصادرات في ارتفاع فيها قدره من 10-15% مدار السنتين اللي فاتوا. يعني الحمد لله انه يعني في قدر من الارتفاع، بس هو ده مش مؤشر، ما بيعكسش حقيقه وضع مصر ولا اقتصاد مصر ولا حجم مصر ولا صادرات مصر. لانه لو احنا خدنا في الاعتبار من سنتين ما حدث من تعويم للجنيه المصري، فالشيء الطبيعي ان كانت صادراتنا المفروض تتضرب في 2-2.5. يعني كان المفروض النهارده ان مصر حجمها الطبيعي بنتكلم من 40-50 مليار دولار. فيعني هذا الرقم رقم محتاج ان احنا نشتغل عليه كتير قوي. 7-8 سنين اللي فاتوا يعني، او بعد 25 يناير بالتحديد، الصناعه المصريه عامه والصادرات المصريه مرت بمرحله صعبه. احنا يمكن اول بارقه امل الحقيقه، واحنا بقولها بمنتهى الصراحه، بدانا نحسها مع الحكومه الحاليه، وخصوصا في اجتماعات دوله رئيس الوزراء. وانا كررتها الحقيقه كذا مره، وكررتها قدام دولته، ان احنا اول مره من 8-9 سنين، وما اعرفش حياتك توافقني ولا لا، ان رئيس وزراء مصر يقول الصادرات حياه او موت. الكلمه دي ما سمعناهاش، احنا بقى لنا 8-9 سنين ما فيش اي، في اهمال تام لملف الصادرات. قعد سمع مننا، احنا قعدنا على مدار اجتماعين معاه. اول اجتماع كان رؤساء المجالس ال 12، الاجتماع الثاني كان قرار منه وكان سريع جدا، ان بعد الاجتماع الاولاني باسبوع بالظبط تحدد اجتماعات دوريه، وبداناها لكل مجلس تصديري على حده. رئيس الوزراء قعد مع المجلس بتاعنا ما يقرب من ساعتين، استماع كامل، تفاصيل كامله. يعني الحقيقه بقى في احساس لانه احنا مشكلتنا الفتره اللي فاتت، واحد المعوقات الرئيسيه الحقيقه في النمو مش للصادرات المصريه بس، الاقتصاد المصري، هي سياسه الجزر المنعزله وسياسه القياده. دايما النهارده الاوضاع الاقتصاديه او الصادرات بتبقى متشابكه بين عده جهات وعده قطاعات، فكان يعني بيبقى في ساعات بيبقى مصالح متعارضه. يعني في جهه بيبقى مصلحتها يمكن تتعارض مع جهه تانية، مثلا حصيلتها ممكن تقل شويه، بس في الاول وفي الاخر في حاجه اسمها هدف قومي استراتيجي. فكان دايما المفروض يكون في قياده توجه الجميع لهذا الهدف الاستراتيجي، دي ما كانتش موجوده الفتره اللي فاتت. احنا بدانا نشوفها دلوقتي، ان في قياده رايها بيمشي على الكل، بيحط الهدف الاستراتيجي القومي قدامه هو نمو الصادرات المصريه. عايز اسال حضرتك، بما حضرتك ذكرت بعض العراقيل والتحديات اللي عندنا او اللي كانت عندنا، حضرتك ذكرت رقمين مفروض نبقى وصلنا لهم، بس الحقيقه احنا ما وصلناهمش. ايه اللي واقف في الطريق؟ لا، ما انا زي ما قلت لحضرتك ان ما حدش اشتغل على ملف الصادرات بجديه. يعني احنا عندنا لسه كنت بتكلم مع زميلي عبد الحميد بيه قبل ما ندخل، انه هل النهارده، وده يمكن انا قلته لدوله رئيس الوزراء في اجتماعي معاه، هل لو النهارده جالي عميل وقال لي انا هديك النهارده مثلا لمصنعك زياده 50 مليون دولار صادرات تقدر تصدرهم لي؟ هقول له لا، ما اقدرش، ما عنديش طاقه. ليه؟ لو تشوفي حاجه، هتبصي حياتك كده على خريطه الصادرات مربوطه بالصناعه. لغه الاقتصاد اللي اتعلمناها كلنا ان الصناعه هي القاطره اللي بتقود اقتصاد الدول. والصادرات هي راس هذه القاطره. لما تبص تحللي النهارده وضع الصناعه عندنا خصوصا في الثمان تسع سنين اللي فاتوا، لا الوضع طبعا صعب. اولا هل هناك من حلل الطاقات الانتاجيه داخل المصانع؟ انا بقول لحضرتك لا، احنا عندنا مصانع بنسبه كبيره جدا بتشتغل ب 20-30-40% يمكن 50% طاقه. طب الطبيعي النهارده ان انا دول لو حليت مشاكلهم ورفعتهم ل 70-80%، انا عندي مليارات الصبح. هل النهارده
اكتر من 90% من المصانع حدث مكنه واحده على مدار الثمان تسع سنين اللي فاتوا ما حصلش. هناك قطاعات قد تخرج بره التنافسيه نهائيا بدون تحديث، وعلى راسها القطاع اللي انا بمثله قطاع المنسوجات، ده قطاع مكنه بيتغير كل سنه. هناك تطور تكنولوجي وتطور في الخامات وتطور في الموضه وتطور في الترند العالمي و الكلام ده كله ما لم يعقبه، دي كلها استثمارات. هل عندنا في مصر النهارده تمويل حقيقي للاقتصاد ممثل في جهازنا المصرفي؟ الاجابه يعني معلش انا واضح، ولازم يعني عشان نحل مشاكلنا او عشان نشخص صحيح. مرضنا لازم نبقى في نوع من الصراحه. هل عندنا تمويل؟ لا ما عندناش تمويل. احنا عندنا النهارده يعني القطاع المصرفي تركيزه كله على تمويل الحكومه الممثل في اذن خزانه. ما هو بيتفضل لتمويل القطاع الخاص اللي احنا بقالنا 20 سنه بنحطه في موازنه الدوله انه بيمثل 70% من الاستثمارات؟ طب هل احنا عندنا ما يعادل 70% دي تمويل؟ لا ما فيش. بس في على الجانب الاخر اسمح لي يا باشمهندس، ال 200 مليار كانوا محطوطين لمشاريع صغيره والمتوسطه، واهتمام في هذا القطاع واضح وملحوظ الفتره الاخيره. بص حضرتك احنا عندنا برضو حته ال 200 مليار، احنا ال 200 مليار اتحطوا الاداء بتاع استخدامهم تم ازاي؟ اتفتحوا في الاول وبعدين جينا بصينا لقينا مؤخرا لا ده احنا قفلنا التجاره فجاه وتعالوا سددوا. طيب بصي ما فيش حاجه اسمها، وطب هنروح للصغيرين والمتوسطين، ما فيش في العالم حاجه اسمها صغير ومتوسط لوحده. في حاجه اسمها نظريات الحضانات كلاسترز، دي اللي نمت دول زي ماليزيا زي اندونيسيا زي الهند، انك تربطي الصغير ده بيبقى داخل ما بيعرفش يعني ايه يسوق، يعني ايه يصدر، خصوصا لو توجهه تصديري، يعني ايه انه يعمل كومبلاينس يبقى مصنعه ده مطابق لكل مواصفات السلامه والصحه المهنيه، فمحتاج حد كبير ياخده بايده ويوصله. احنا عندنا تجربه الصندوق الاجتماعي السابقه على مدار 20 سنه، هل نجحنا ان احنا نطلع كيانات منها؟ الاجابه لا، ما نجيش نكررها النهارده. تمام، فعشان كده يعني انا اسف برضو المردود بتاع تجربه او الهديه اللي كانت بتعليمات من يعني فخامه الرئيس للدوله بهذه القروض، لا مردودها يعني انا كل حاجه بقيسها برقم وتاريخ، ولو ما قستش الحاجه بفشل فيها. لما اجي برد كل حاجه ليه تاثيرها على الصادرات وتاثيرها على اجمالي الناتج الصناعي وتاثيرها على الميزان التجاري، اقول لحضرتك انا مش شايف مردود ايجابي كافي لهذه المبادرات. يبقى اذا لازم نقف نعمل وقفه، احنا مشينا ازاي؟ لا نصلح نفسنا ممكن او نغير الطريق، ما فيش ما يمنع ان احنا مش لازم ان احنا يعني بنفهم في كل حاجه من اول لحظه. فعشان كده يعني الدنيا محتاجه لا يعني شغل اكتر شويه يعني. سيد نائب خليني اسال حضرتك، بنتكلم هذه الفتره انه عن ارتفاع في حجم الصادرات وعن ارقام مختلفه الحقيقه. حضرتك شايف ازاي هذا الملف وحجم الارتفاع اللي حصل الفتره الاخيره؟ بص حضرتك الحقيقه عشان نتكلم على قطاع التصدير الزراعي لازم نتكلم على قطاع باكمله يعني. يعني مصر عندها حوالي 9.6 مليون فدان، في 3.1 في الاراضي الصحراويه و6.5 في الاراضي الدلتا القديم. الثلاثة مليون فدان دول هم اللي بيطلعوا 70% أو 80% من صادراتنا من الحصرات الزراعية اللي هي 90% منها الخضر والفاكهة. واحنا الحقيقة الخضر والفاكهة هي الحاجة الوحيدة اللي موجودة تقريبا لو قسمت القطاع النباتي في مجموعة القطاع الزراعي هتلاقي ان في سلع استراتيجية زي القطن والرز والقمح والكلام ده اللي هو ما بتصدرش طبعا، والخضر والفاكهة اللي هي بيتم تصديرها. ودي الحاجتين اللي هم عندها مصر اكتفاء ذاتي بالرغم من ان هي تزايد سكاني رهيب في الفتره السابقه، ولان احنا بننتج حوالي 22 مليون طن خضر وبنصدر منهم حوالي 7% وبننتج حوالي 11 مليون طن من الفاكهه وبنصدر حوالي 18%، فعندناش مشكله في التصدير اللي هي يعني لان كان في اقاويل كتيره قوي ان احنا نوقف شويه الصادرات عشان نكفي السوق المحلي، لكن الحقيقه المشكله الحقيقيه في السلع الاستراتيجيه لان فاتورتنا تقريبا بما يساوي من 8 ل 10 مليار دولار من قمح وذره صفراء ولحوم وسكر وبعض يعني البنود المهمه قالوا اللي بتمثل حوالي 10 مليار. قطاع التصدير الزراعي بقى قطاع مهم
بيمثل 11% من الناتج المحلي، 35% في القطاع الزراعي بيشتغلوا حوالي 10 مليون. ايه اكتر دول بنصدر لها يا فندم؟ احنا من الدول الاساسيه اللي عندنا دول الخليج، روسيا، كل الدول الاوروبيه. يعني لو اديت لك هديك مثل، احنا اللي بنقيسها تكتلات، يعني عندك احنا بنصدر بحوالي 2.2 مليار دولار سنويا، بنصدر 4 مليون طن خضر وفاكهه الى دول العالم كلها. لكن احنا لو حسبناها تكتلات هتلاقي مثلا التكتل الاولاني والدول العربيه بياخد حوالي 37%، حوالي 800 مليون دولار. دول الاتحاد الاوروبي بيصدر له حوالي 30%. يعني بس هل دي ارقام ما 2 مليون؟ لا لا ما لا طبعا ارقام كويسه. يعني حاجه انت من احنا كنا في سنه 2005 كنا بنصدر ب 480 مليون جنيه، دلوقتي بتصدر ب 2.2 مليون مليار دولار. ما يا دوبك بقى لسه النائب يعني. لا يا دوبك كده. لا ما هم يا فندم الحقيقه انت عشان تخشي بلد واحده بمنتج واحد لازم يبقى فيه بروتوكول حجري. البروتوكول الواحد للمنتج الواحد في البلد الواحده بيقعد سنتين ثلاثه. عشان بييجوا بقى الحجر الزراعي البلد دي عايزين نفتحها لازم ييجوا ويدرسوا بقى يعني كل نوع بيبقى فيه بروتوكول؟ كل نوع فيه بروتوكول. أوكي. لكل بلد. فدي دي دي احنا مش زي يعني لو كل بلد يا فندم عايز اديها بس على سبيل المثال فراوله اخد سنتين عشان بروتوكول. بالظبط ده بشكل عالمي يعني؟ ده بشكل عالمي كل الدنيا كده من سنه ونص لثلاث سنين تقريبا. يعني اليابان مثلا، اليابان بقى لنا 3.5 سنين عشان نفتح الموالح. ولكن هم عندهم بعض الاجراءات، يعني هم دايما بيهتموا بالحاجات اللي هي قد تصيبهم بامراض او حشرات. يعني أيوة. في حاجات ما بيزرعوهاش خالص هناك، زي مثلا ممكن البصل هنبتدي نفتح معاهم ان شاء الله في اليابان. يعني احنا بياخدوا من عندنا بصل. ها ما بياكلوا. لكن احنا في طبعا دول مستهدفه كتيره زي دول جنوب شرق اسيا، في بلاد كتيره مش بنصدر لها او عايزين. في بعض دول بتحذر استيراد اصناف معينه. بص حضرتك، هو الحقيقه الحظر ده ما تمش غير من سنتين فقط في الدول الخليجيه اللي هي زي السعوديه والكويت والامارات. ولكن طبعا هم كانوا 30 سنه بيشتغلوا مع مصر وبياخدوا من مصر. ولكن النظر للظروف، كانت في مشكله في امريكا في بعض الفراوله المجمده وقالوا عليها ان فيها فيروس وكلام من ده، بداوا ان هم يهتموا بهذه المواضيع ويحطوا ضوابط شديده جدا ازيد من اللازم. بمعنى ان الدول، معظم الدول حتى اللي كانت مشكله الفراوله اللي كانت موجوده في امريكا دي لم يتم وقف مصر، لم تم وقف فقط المصدر. وحتى ما وقفوهوش، هم قالوا له بس احنا عايزين ندرس الموضوع لحد لما نشوف النتائج بتاعتها ايه. ولكن للاسف بعض الدول الخليجيه اخذت يعني شده جدا في الاجراءات بتاعتها، لدرجه ان هي كان لما يحصل مشكله وبالذات معظمها بقايا مبيدات وقفت بعض المحاصيل، وتم وضع ضوابط معينه للمصدر المصري اللي هو ما كانش متعود، للمصدر المصري اللي هو للدول العربيه، لان احنا ما عندناش مشاكل كتيره قوي في الدول الاوروبيه، لان احنا ملتزمين ومستورد الحقيقه بتاع الدول الاوروبيه. قبل ما بياخد حاجه لازم بيجي بيشوف المزرعه ايه هي، وبيتبع الاجراءات السليمه ولا لا، وبيشوف النظافه، وبيشوف حاجات كتيره جدا عشان يقدر ياخد منك. يعني الدول العربيه الحقيقه ما كانتش بتعمل كده، واحنا طلبنا منهم، وحاليا جاري حتى بعض المفاوضات ان شاء الله هتبقى مع السعوديه، ان هم اول حاجه يوقفوا المصدر نفسه وما يوقفش البلد كلها للمنتج ده. وممكن ان هو سرعه الاختيار ان هو لابد من اي مشكله، لابد ان هم يتم اختيار البلد عندنا وبالذات الحجر الزراعي المصري او هيئه سلامه الغذاء بان هناك مشكله، لان الطريق الرسمي بتاعهم ان هم بيحصل لهم مشكله بتروح للوزير الزراعه، وزير الخارجيه بتاعهم، وزير الخارجيه بيبعتها للسفير السعودي هنا، السفير السعودي هنا بيبعتها لوزير الخارجيه بتاعنا، وبتاخد لها 3-4 اشهر. فالمشكله بتبقى عندهم بقى لها فتره كبيره جدا واحنا مش عارفين هي، وبيقول لك احنا الجهات المصريه ما بتردش. فبالتالي لابد، انا برضو من هنا بناشد السيد معالي وزير الزراعه ان هو لابد ان يدعو او يسافر الى
الى السعوديه، لان مشكله كبيره جدا. هم حظروا البصل قريب وفي احتمالات كبيره ان يحظروا حاجات كتيره، وبعتوا جواب بهذا المعنى يعني. فبالتالي ان لازم يكون هناك تحرك بشكل واضح وتنسيق تنسيم يعني تنسيق ما بين الوزارتين، لان عمليه مهمه جدا، لان السعوديه بالنسبه لنا من البلاد اللي هي مهمه جدا في الصادرات المصريه الحاصلات الزراعيه الحقيقه. كنت فاكر، خليني اسال حضرتك، يعني كان في برنامج الحكومه طرحته لتحفيز الصادرات، هل اتناقشتم فيه معاهم؟ ايه الجديد في هذا البرنامج عن اللي كان بيحصل قبل كده؟ احنا عندنا الحقيقه يعني ده تعليق برضو على التقرير اللي حضرتك اذعتوه في الاول، هو في بس تعليق صغير انه ذكر فيه كلمه دعم. احنا ما عندناش حاجه اسمها احنا ما بندعمش، ده اسمه برنامج مسانده او رد اعباء، وكل دول العالم بتمارس هذا البرنامج، يعني ده من كلمه دعم لغويا غلط. احنا كان عندنا مشكلتين الحقيقه بنتكلم فيهم، وده دوله رئيس الوزراء متبنيهم دلوقتي مع وزير التجاره والصناعه. اول حاجه المتاخرات بتاعت المسانده التصديريه، لانه على مدار السنتين اللي فاتوا حصل تراكمات بارقام ضخمه جدا، يعني تصل الى حد اسبوعين ثلاثه فاتوا كان ما يقرب من 21 مليار جنيه مصري مستحقات مصدرين ما بتدفعش، يعني في متاخرات حوالي سنتين. زي ما التقرير برضو صدر ان هناك في مستحقات للمصدرين عند الحكومه بقى لها سنين ما بتدفعش، رد ضريبي وخلافه. الحاجه الثانيه كان دوله رئيس الوزراء الحقيقه، وانا بكرر تاني، ان هو بدا يدخل بقوه في العمليات التصديريه وبدا يخش في مفاصلها زي ما بيقولوا. فبدانا نتكلم، طب احنا بندي مسانده بقى لنا اكتر من 15 سنه تقريبا، صححنا يا حميد بيه لو انا غلط، طب الصادرات ما بتزيدش ليه؟ يبقى اذا احنا لازم نبص بصه ثانيه خالص للاساليب اللي انشئ عليها برنامج المسانده. فالنهارده امبارح والنهارده في اجتماعات في مجلس الوزراء لاقرار المستحقات، واحنا ك 12 مجلس اتفقنا مع بعض على اليه معينه برضه مراعاه لظروف البلد، وفي نفس الوقت برضه مراعاه لظروف المصدرين. في 6 بنود هيتم، مش مجرد دفع نقدي بس، هم كلهم بيوصلونا في الاخر الى سداد مستحقات نقديه بس بطرق مختلفه، يعني دي في انتظار ان يطلع ليها، زي مثلا مقصه مع ضرائب مع تامينات، مع نشيل من عليه حاجات اخرى، نشيل من عليه صكوك يستلف بيها من البنك، اذون خزانه افندم، اذون خزانه، اذون خزانه، تسهيل بنكي ووزاره الماليه تخش تدي نوع من الضمان، وفي الاخر اراضي لو عايز يتوسع. ده هيستر انت يا فندم؟ ده ان شاء الله. يعني انا شايف دوله رئيس الوزراء يعني سريعه جدا في هذا القرار، لانه يقول لك انا مش عايز تراكمات اكتر من كده، ومش عايز الناس تحس ان احنا يعني ساكتين عليهم يعني. انما الاخطر من ده الحقيقه اللي احنا شغالين عليه هو البرنامج الجديد. البرنامج الجديد كلامنا، وده اللي العالم كله بيعمله. احنا البرنامج بتاعنا كان كله 100% نقدي، مفيش في العالم حد بيدي 100% نقدي، لازم تضمني. يعني الواحد بيقول ليه واللي عليه، فبرضه انا بحط نفسي دلوقتي مكان الحكومه، وده الفكر اللي بيفكر بيه رئيس الوزراء، انه احنا لازم الفلوس المسانده دي يعاد ضخها تاني في العمليه التصنيعيه، ما ياخدهاش المصدر يحطها في جيبه، او ما ياخدهاش ينزل بيها سعر المنتج نقوم يبقى سعرنا كدوله رخيص. فبالتالي البرنامج الجديد مبني على اسس هو دولته طلبها، واحنا شغالين فيها جامد مع السيد وزير الصناعه والمجالس كلها على قيمه مضافه، مش مكون محلي، عشان برضو في لغط في حته هل هو مكون محلي ولا قيمه مضافه. احنا بنتكلم على قيمه مضافه حقيقيه، بمعنى انه انا بستورد مستلزمات انتاج معينه، نفرض 40% 50% ايا كانت، ببيع القطعه ب 100%، هذا الفرق هو القيمه المضافه. فبدانا نحط نوع من المحفزات اللي بتشمل، احنا مثلا في قطاع الصناعات النسجيه عندنا حطينا عهد على نفسنا ان القيمه المضافه لا تقل عن 40%، وبدانا نحط جدول 40 60 هيتعامل ازاي كمسانده، 60 80 80 وفوق. ثانيا لازم ندخل اليات جديده، يعني ده اللي بنفكر فيه دلوقتي. كل ده على فكره انا برضو بكرر عشان ما يتفهمش كلامنا غلط، مش قرارات، قرارات ستصدر من مجلس اداره صندوق المسانده اللي فيه 4 من الساده الوزراء، وبعد كده بيقره مجلس الوزراء برئاسه دوله رئيس الوزراء، انما كل ده متفق عليها كاقتراحات. فاحنا بنتكلم النهارده على في اليات لازم نبدا ندخلها، مثلا تحديث الصناعه. في دول بتدي على المكنه، المستثمر لما بيروح يجيب مكنه جديده بعد ما بيجيبها بياخد الفاتوره بيروح للحكومه بياخد مسانده، في دول بتدي 25% وفي 20، الهند بتدي 15، في دول كتير جدا بتساهم في الاستثمارات. فده بيجبر المصدر انه يرجع يضخ الفلوس تاني في انه ينمو وانه يحدث ويطور من ويطور، لان اخطر شيء اللي احنا فيه النهارده ان احنا
زي ما بقول لحضرتك 8 9 سنين ما فيش تحديث. ده خطر جدا على الصناعه المصريه. فيعني مش خطر على القطاع ايضا الصادرات، لانه هي اعتقد سوق عاليه المنافسه جدا، يعني المنافسه عاليه جدا. ال 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 التكنولوجيا الحديثه بتؤدي الى تكلفه وانتاجيات اكبر وبيفتح اسواق اكتر، فان احنا نتوقف ده في منتهى الخطوره. ممكن قوي مثلا برضه بنفكر فيه ان احنا ندعم فايده بنكيه للمصدر، عشان احنا عندنا برضه مشكلتين. نقدر نقول كده من الواضح، يعني فهمت من حضرتك انه في نقله نوعيه، نقله ما هتتم في هذا القطاع بشكل هيكون تحفيز بقى. حقيقي، لانه لازم القطاع، يعني احنا حاطين نشجع ونقوم احنا القطاع. حاطين على نفسنا تعهد، يعني لما عرضنا على دوله رئيس الوزراء احنا مثلا صادراتنا اجمالي صادراتنا سنه 2018 3 مليار دولار. في جزء ايجابي وجزء سلبي. الجزء السلبي ان احنا لو قارنا هذه الصادرات النهارده في 2017 2018 بعد التعويم بارقام 2007 2008 الرقم ما يبعدش كتير عن هذا الرقم. وانا بقول لحضرتك هذه كارثه، وان احنا نقعد 10 سنين عشان نكتشف دي وما نراقبش وما نقيمش واحنا عمالين ندي في مسانده ومعارض وي ونفاجئ ان احنا تقريبا ما بنزيدش. وبلغه التعويم انا بقول لحضرتك احنا نزلنا جامد. فاذا احنا حطينا هنا استراتيجيه كامله لقطاع الصناعات النسيجيه ككل، احنا محتاجين ايه ومبنيه على ارض الواقع، لان برضو احنا مش هنتكلم، احنا برضو ساعات بيبقى فيه شويه يعني المستثمرين الجايين والاستثمار الخارجي والصينيين والهندوه ومش عارف ايه، لا احنا بنتكلم على شيء واقعي. ان لم نغير المناخ الحالي على ارض الواقع محدش هيجي. اللي بيجي بيجي وبيشوف، ما كانش يشوف ان المناخ هنا جاذب للاستثمار وانه هيعمل ارباح اكتر من اللي يعملها في بلده وهيحقق منفعه اكتر من اللي يعملها في بلده مش هيجي. فاذا احنا استراتيجيتنا مبنيه على تغيير الواقع، على التوازي لها. هننمو ازاي؟ احنا حاطين احنا عايزين ايه، او الصناعه اللي هي 70 80% من اللي احنا كاتبينه للصناعات النسيجيه ينطبق على كل الصناعات. بنتكلم على تمويل، بنتكلم على عماله مدربه، بنتكلم على ارتفاع تكاليف انتاج، بنتكلم على ربط تعليم بالصناعه، يعني التضامن الاجتماعي، القوى العامله، كل وزاره وكل بما فيها داخل وزارتنا التجاره والصناعه ايه المشاكل الموجوده فيها. لو هذا الكلام تحقق تمام، احنا ممكن نوصل بصادراتنا ال 3 مليار دي ان شاء الله 2025 نقدر نصل ل 12 مليار على الاقل. لو وصلنا لهذا الرقم، هذا الرقم بيتبعه تشغيل ما يقرب من 400 الف فرصه عمل مع تدريب، لان احنا عندنا دلوقتي في توقف تقريبا عن تدريب العماله، مع تدريب ما يقرب من مليون فرصه عمل. والكلام ده محطوط بارقام كامله، استثمارات مطلوبه قد ايه لهذا الكلام، اراضي صناعيه مطلوبه قد ايه، يعني مثلا مطلوب 6 مليون متر لتحديث القديم، مطلوب 6 مليون متر للجديد، مطلوب 6 مليار دولار استثمار خارجي او داخلي بس جديد الضغط. الكلام ده كله لو تم وصلنا لقطاعنا بس اللي هو قطاع المنسوجات، عشان اقدر يعني اعرف حياتك ان مصر فيها امكانيات انها تصل انها تكون دوله عظمى. لو هذا القطاع لوحده نما من 3 ل 12 في 2025، ولو قسنا ال 12 قطاع بتوعنا الزراعه والكيماويه والغذائيه، هنبدا نخش انا هركب حضرتك في قطاع المنسوجات اللي حضرتك كنت ذكرت في بدايه الحديث انه من الاصعب، يعني اذا كان في علاقه بالموضه او بالمكن اللي بتغير كل شويه وبتدريب طبعا العماله على هذا المكن. سياده النائب خليني اسالك عن الحاصلات الزراعيه. ايه البرنامج الدعم او التطوير اللي تم وضعه او اللي حضراتكم بتفكروا فيه مع الحكومه مختلف ازاي ايضا عن مساله طبعا الصناعة. لا بص حضرتك، هو برنامج الدعم القديم كان برنامج ثابت بقاله فتره كبيره جدا، لكن احنا في عرضنا او المقترحات اللي احنا هنقدمها ان هو لازم في حاجه ديناميكيه، ما تقدرش ان هي تبقى ماشيه ثابته لسنوات طويله. يعني مثلا البلاد اللي هي تشبعت ومش ومهما اذا قدرتي انك انت تبعت لها مش هتاخد اكتر من كده، مهما اذا اديتي دعم مش 8% او 10% او 20% مش هتاخد اكتر من كده. وفي بلاد كتيره ان هي عايزه او محاصيل، يعني اما هتبقى نحددها ببلاد معينه او بمحاصيل معينه. في محاصيل عايزين نوديها مثلا في تايلاند، فبالتالي لابد ان احنا ندعم البلد نفسها وندعم هذا المحصول الى لحد لما زي مثلا النباتات العطريه والطبيه دي بكميات كبيره جدا وممكن تتاخد، وعايزين نشجع الناس انها تزرع، وبالتالي هيبقى دعم محدد المده لمحاصيل معينه لبلاد معينه. وبعدين برضو احنا كنا بنقترح ان في بعض الاوقات بيحصل مشاكل يا اما في المناخ يا اما في الحشرات، فالانتاجيه بتنزل جدا، فممكن يبقى فيها دعم استثنائي لفتره معينه عشان التغيير المناخي اللي بيحصل في العالم كله. صحيح. او التغيير بسبب امراض او فطريات. دي الحقيقه اللي هي شكلها
احنا عملنا دراسه، جبنا حد وعمل دراسه لنا عن المسانده وعن البلاد الاخرى بتعمل ايه. طبعا في بلاد بتدي بنيه تحتيه، وفي بلاد بتدي نقدي، وفي بلاد بتدي يعني دعم لوجستي، يعني مثلا دعم النقل الى اليابان او اليابان الى افريقيا ب 5000 دولار الحاويه مثلا، لا هو بيقول لك انا هدعمك ب 50% منها. فاحنا درسنا بقى كل البلاد اللي هي بالذات بتنافسنا واسباب منافستنا واسباب ان هم قدرتهم التنافسيه اعلى، زي اسرائيل، زي المغرب، زي اسبانيا، زي تركيا، لانهم في حاجات كتيره مختلفه عننا، اهمهم ان هم داخلين في حاجه منظمه اسمها منظمه الاتحاد الدولي لحمايه الاصناف النباتيه، حاجه اسمها اليوبوف، هي اصلا عشان حمايه المربي اللي بيربي اصناف جديده، لان اي واحد بيطلع صنف جديد بياخد له مثلا 10 15 سنه بيكلفه حوالي 20 مليون دولار. فهذه منظمه احدى منظمات الاتحاد الاوروبي قالت لك لا احنا هنعمل منظمه الكلام ده من سنه 70 ونحمي هؤلاء الناس عشان يستمروا في انتاج الاصناف الجديده، تدي انتاجيه اعلى، اللي تدي بوقت معين مش موجود فيه المحاصيل الاخرى. وبالتالي احنا ما زلنا هذا الموضوع في مجلس النواب، وان شاء الله يتم الموافقه عليه في خلال الشهرين الثلاثه الجايين. لكن طبعا عشان بعد ما ناخد موافقه ونبعت للجماعه دخول سهل المنظمه؟ لا، يكون بقى تاخد 5 سنين على الاقل عشان نجيب الشتلات من بره وبتاع، لكن دي هي بقى اللي هتفرق جامد جدا في عمليه الطفره اللي ممكن تحصل في الصناعات، في الحصرات الزراعيه، لان ما يتم تصديره حاليا من مثلا في العنب دي كلها اصناف جديده، واخذوها بعض الناس الشركات الكبرى بالرغم من عدم دخول مصر وانضمام مصر الى هذه المنظمه، لكن لثقه المربي في هؤلاء الناس. يعني مثلا العنب احنا بنصدر دلوقتي 120 الف طن عنب، وكنا زمان بنصدر 5000 طن قبل الاصناف الجديده اللي نزلت اللي جت في البلاد. ففي طبعا حاجات كتيره جدا مشاكل، ودي اللي احنا دخلنا فيها في التفاصيل مع دوله الرئيس الوزراء، زي مثلا تكويد المزارع، لازم كل مزرعه يبقى عندها بطاقه شخصيه عشان نقدر ان احنا نحدد الـ في اي مكان واي منطقه وبتنتج ايه، وكل هذه التفاصيل لازم نعرف من هو مصدر الحصرات الزراعيه، لان دلوقتي اي واحد عنده سجل التصدير يقدر ان هو يصدر حصرات زراعيه بدون تدريب وبدون فهم للموضوع بشكل كامل، لان احنا الصناعه بس بتبقى في معايير من الدول الاخرى ان يكون ان تستورد من معايير هذا المزارع او مشابه. طبعا معايير بالنسبه للجوده، ومعايير بالنسبه للممارسات الزراعيه الجيده، في شهادات معينه، في بلاد كتيره جدا ما تقدرش تصدرها من غير هذه الشهادات، ولكن مثلا طبعا الدول العربيه لسه ما طلبتش هذا الكلام، او هي بتطلبه لان حتى الضوابط بتاعتها بقت اصعب كتير حتى من الدول. خليني اسال حضرتك في نقطه كنت سالتها للدكتور او المهندس مجدي عن الدعم، دعم المصدرين المزارعين، هل هيبقى او المفروض يبقى دعم نقدي ولا هيبقى بشكل تسهيلات وطرق مختلفه للمسانده او الدعم زي ما انا قلت لحضرتك؟ يا اما هيبقى في دعم نقدي للبلاد الجديده، والبلاد دعم نقدي ممكن لوجستي يعني للاثنين، وممكن يبقى في دعم نقدي فقط، وممكن يبقى دعم لوجستي فقط. ودي اللي احنا هنقعد بقى بنعمل قاعدين دلوقتي في اجتماعات في المجلس التصديري على اساس ان احنا نحدد بقى هي البلاد وهي البلاد عايزين نوسع فيها. يعني مثلا عندك اوروبا الشرقيه، احنا بنصدر لاوروبا بحوالي 600 مليون دولار سنويا، لكن اوروبا الشرقيه تقريبا كمياتها اقل، مجر، بولندا والبلاد دي، بلاد زي تايلاند وفلبين، جنوب شرق اسيا، دول 600 مليون نسمه بنصدر لهم بكميات بسيطه جدا ب 100 مليون دولار. فالحقيقه عايزه شكل معين وتغيير كامل في طريقه المسانده حسب البلد او حسب المنتج زي ما قلت لحضرتك. الحقيقه انا وقتي خلص، بس حابه اعرف من حضراتكم في نقاط سريعه او على الاقل 3 نقاط احنا محتاجين نعمل ايه دلوقتي؟ لا هو غير محتاجين نعمل ايه الحقيقه، هو في نقطه في منتهى الخطوره، العالم بيتغير بسرعه غريبه جدا، وهناك تغييرات لصالحنا، بس لصالحنا اذا استغلينا الفرصه. يعني احنا عندنا النهارده امريكا والمشكله مع الصين، النهارده في توجه لداخل السوق الامريكي انه يخرج بره الصين. بعد دراسه الامريكان، وده بيتقال لنا من الشركات الامريكان اللي بتشتغل معانا، لقوا ان مصر هي البلد الاولى اللي يقدروا يعملوا سورسنج منها. هل عندنا طاقات ولا لا؟
لا يبقى لازم نلغي وجه الطاقات بسرعه. هناك اتفاقيه، اتفاقيه النافتا توقعت ما بين امريكا المكسيك كندا، الاتفاقيه دي لصالح مصر، لان الاتفاقيه دي هتبدا حطت قواعد جديده ليها التطبيق، هي طبقت من شهر، التطبيق خلال 14 شهر يعني كمان 13 شهر تطبق، انه لازم يبقى كل مستلزمات الانتاج داخل منطقه النافتا، يعني في صناعتنا القماش والغاز دواوة، ده هيرفع تكاليف شراء امريكا. السوق الامريكي هو اكبر سوق بيتصارع على العالم، امريكا لوحدها تمثل ما يقرب من 200 مليار دولار واردات منسوجات، فده سوق احنا بنمثل فيه لا يزيد على 800 900 مليون، عندنا مساحه رهيبه ان احنا نمو في هذا السوق، فكل المتغيرات دي بتحتم ان احنا لازم نشتغل فورا على زياده الاقتصاد. في ثلاث نقط لازم نشتغل عليهم زي ما قلت لحضرتك، اول حاجه التمويل، اكسس تو فاينانس، التمويل غير موجود ولازم يحصل قفزة سريعة جدا وقرارات سريعة جدا من الجهاز المصرفي ان يوجد تمويل، واذا وجد تكلفته عالية جدا والضمانات مبالغ فيها جدا، لازم وقفة مع التمويل. النقطة الثانية الارتفاع الغير مبرر في تكاليف الانتاج للمنتج المصري، وده بيشترك فيه كل الصناعات، احنا بننافس دول لازم نقيس تنافسيتنا معاها، احنا عندنا معدلات تضخم مثلا النهارده كانت وصلت 23، النهارده فوق ال 10 12، عندنا الفايده البنكيه 10 12، ما اقدرش انافس دول بدون قوه من الحكومه معايا، عندها تضخم 2 و3% زي جنوب شرق اسيا، عندها فايده بنكيه لا تتعدى 2 3%، فاذا ارتفاع تكاليف الانتاج لازم يتم السيطره عليه. الشيء الخطير والثالث والمهم جدا هو العنصر البشري، هذا العنصر هو الكنز، مصر فيها كنز اهمل على مدار عشرات السنين، لازم نشتغل على برامج تدريب حقيقيه وعلى ربط الصناعه بالتعليم وعلى بالاحتياجات الصناعه الحقيقيه، الصناعه اصلاح التعليم الفني المتوسط حتى التعليم العالي، احنا هل يعقل النهارده ان احنا الميدل مانجمنت بنستورده من بره؟ فلا احنا عندنا قصور رهيب في علاقه التعليم بالصناعه وتوافر الخبرات والسوق. اي فندم، فنتمنى يعني انه نشتغل لان الوقت مش في صالحنا. ستنا اتفضل يا فندم. بص حضرتك انا عندي كام نقطه كده، اول حاجه لازم التوعيه والارشاد، لا يوجد ارشاد للحصرات البستانية على الأقل، ودي مهمة جدا. الالتزام بلاش المصدرين للدول العربية، لابد أن هي الأمور تغيرت عن زمان بالكامل، فلابد من اتباع المعايير المطلوبة، ولابد من انضمام مصر لهذه المنظمة اتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية، لابد أن يكون هناك مشروعات قومية لزراعة الزيتون وزراعة النباتات العطرية والطبية، لأن دي حاجات يعني تصدير يبقى كميات ضخمه جدا ولكل دول العالم، فتح اسواق مختلفه زي جنوب دول شرق اسيا وافريقيا. وبعدين نقطة مهمة جدا، عملية دعم لجنة الزراعة في وزارة الزراعة للجنة المبيدات في وزارة الزراعة عشان تقدر تراقب على المبيدات بشكل هام جدا، في عندك 10,000 محل لابد الرقابة عليهم، في مصانع تحت السلم لابد الرقابة عليهم لأن هم دول الأساس في المشاكل الأساسية. دور التعاونيات، الجمعيات التعاونية في 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 عملية التصدير وعملية التوعية وعملية الإرشاد للفلاح البسيط. واخر حاجه اللي هي تعديل المناهج الزراعيه في المدارس والجامعات، نفس النقطه دي نقطه مهمه قوي، والقطن والنجا يا حميد بيه، والقطن بقى القطن ده عايز القطن عشان خاطر عايز حلقه لوحده، احنا اللي متضررين منكم. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا المهندس مجدي طلبه رئيس مجلس تصدير ملابس الجاهزه المنسوجيه، نائب عبد الحميد مرتاش رئيس مجلس تصدير للحصلات الزراعيه عضو لجنه اسرع في مجلس النواب. مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل اكون في انتظار حضراتكم وعنف الإخوان، تفضلوا.